فالركن ما في شيء اصلا بيحل محله. اما الواجب في الحج في اشياء بتحل شنو؟ محلها. وهذا في الحج وشنو يا جماعه؟ والعمره الاثنين مع بعض. قال وللعمره ثلاثه اركان. الثلاثه اركان بتاعت العمره دي هي نفسها اركان الحج، لكن الحج عنده ركن رابع بيزيد على العمره، بس ده الموضوع كله. يعني عندنا ثلاثه اركان مشتركه بين الحج وبين شنو يا جماعه؟ العمره، وفي ركن رابع زايد ده خاص بشنو؟ بالحج. قال وللعمره ثلاثه اركان هي الاحرام. ده الركن الاول بالنسبه للعمره وبالنسبه للحج، الاحرام. وحيجي يعرف لنا بعد ذاك كل واحده على حده. نمره اثنين الطواف، ثلاثه السعي. نمره ثلاثه السعي. وهذه الاركان اركان للحج مع ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. يعني الحج بيزيد على العمرة بركن رابع وهو شنو يا جماعة؟ الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة في العمرة ما في، والوقوف بعرفة هو أهم ركن من الأركان الأربعة في الحج. الحج عنده أربع أركان: الإحرام والطواف والسعي وشنو يا جماعة؟ والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ده أهم ركن في الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. يعني كأنه جعل كل الحج هو شنو يا جماعة؟ عرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فالعبادة كلها دعاء والدعاء كله عبادة. دل ذلك على أن الدعاء أفضل عبادة كما قال ابن القيم. ودل هنا هذا على أن الوقوف بعرفة هو أفضل، هو أعظم ركن من أركان الحج، هو أعظم ركن من أركان الحج. وحيجي الآن يفصل لنا ركن ركن ويعرف ذاته. أيوه. والإحرام هو نية الدخول للنسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر بالاجماع واجمعوا على انه ان اراد ان يهل بحج واهل بعمره، او اراد ان يهل بعمره فلبى بحج، ان اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. لسانه. طيب، الإحرام قال هو نية الدخول في النسك، يعني هذا هو تعريف الإحرام. إذا سئلت ما هو تعريف الإحرام، الجواب هو شنو يا جماعة؟ نية الدخول في النسك. عندكم كتاب زايد؟ أدوه معتز وأدوه الناس اللي ما عندهم كتب. عندكم كتاب زايد؟ وين خالد؟ ما في؟ طيب، تعريف الإحرام هو نية الدخول يا جماعة في شنو؟ في النسك. فلما يقال الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما اللبس اللي بيلبسوه الإزار والرداء هذا لباس الإحرام، ده اسمه شنو يا جماعة؟ لباس الإحرام. أما الإحرام هو نية الدخول في النسك. طيب، عشان كده الناس كثير بيخطئوا وبيخلطوا بين الأمرين. واحد يقول لك أنا راكب الطيارة ومريت على الميقات، طبعا ميقات السودانيين قبل جدة يا جماعة، ما جدة. اللي بيقولوا جدة دي لك لك ساكت، لك لك ما صحيح. ميقات السودانيين قبل جدة، إذا في الطيارة بوريك لفوق قبل ما تصل السعودية ذاته، وكذلك إذا في الباخرة بوريك له. ده الميقات الصحيح. اللي بيمشي بيحرم من جدة وهو ناوي العمرة أو العمرة من السودان أو ماشي حج، ده تجاوز شنو يا جماعة؟ ده فات الميقات، فات الميقات. فهنا بيجي السؤال والخلط دائما بين الإحرام ولباس الإحرام. يسأل يقول لك شيخنا أنا يعني
ما أحرمت في الميقات، هو قصد ما لبست شنو؟ لباس الإحرام. لكن أحرمت الإحرام تقول اللهم لبيك عمرة، أو تقول لبيك عمرة، أو تقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج، أو لبيك عمرة. المهم فيقول لك أنا جاوزت الميقات وما أحرمت، يكون أحرم، يكون نوى، قال هذه اللفظة فهكذا بهذه اللفظة أحرم، لكن ما لبس الإحرام، ده موضوع ثاني. ما لبس الإحرام في الميقات فوت واجب من واجبات الحج وعليه دم، زي ما حج في الفصل القادم مباشرة بعد هذا الفصل. طيب، قال فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. فالإحرام ما بينعقد إلا بالنية، والنية ما كان القلب، لأن تعريف النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله تعالى، عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله تعالى، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالإحرام ما بينعقد إلا بحصول النية دي، والنية ما يجوز لإنسان يتلفظ بها أبدا ولو في أي عبادة من العبادات، لا في الصلاة ولا في الصيام، حتى بالحج والعمرة، حتى بالحج والعمرة. طيب ما قلت زول يقول اللهم لبيك عمرة، لازم تقول بلسانك، هل هذه النية؟ لا، النية مكان القلب، لكن قال ابن عثيمين هذا من إظهار شعائر النسك أن تقول بلسانك بلفظ اللهم لبيك عمرة، أما النية مكان يا جماعة القلب. طيب، وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. هذا هو الإجماع الذي نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل من عقد عليه يا جماعة القلب لا ما نطق به اللسان، وإن نطق زول أصل الناوي ماشي عمره، فقام دار يظهر شعائر النسك زي ما بينا قبل، فقال اللهم لبيك حجا، فهل يعتبر عمره ولا حج؟ يعني هل يعتبر ما انعقد عليه القلب ولا ما نطق به اللسان؟ الأصل ما عقد عليه القلب، يعني ده كلام، ده معنى كلام المنذر في الإجماع. نعم. والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حبستنا هي، حابستنا هي، حابستنا، قال حابستنا هي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في الموني وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المبتدئ أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في بعض الاستدلال
لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج. قال: ولأن الحج أحد النسكين، فكأنه الطواف فكان الطواف ركنا كالعمرة. طيب، يتكلم هنا عن الركن الثاني للحج وهو الطواف، ولكن ليس كل طواف الحج يعتبر ركنا، وإنما مقصود به طواف الإفاضة الذي يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، وتجتمع فيه أربع عبادات عظيمة في الحج. العبادة الأولى رمي جمرة العقبة الكبرى، الثانية العبادة الثانية نحر الهدي، الثالثة حلق الرأس، الرابعة الطواف وهو الإفاضة، طواف الإفاضة، لأنه أصلا في الحج في طواف القدوم لمن أتى الحج في أول حاجة طواف القدوم، وهناك طواف الإفاضة وهو يوم عشر ذي الحجة يوم النحر بعد يوم عرفة بيوم، وطواف الوداع ده لما تكون ماشي خلاص. المقصود بالطواف الذي هو ركن في الحج هو طواف يا جماعة الإفاضة، وهو يكون بعض الإفاضة من عرفة ومزدلفة. أصلاً الحجاج بيمشوا من مينا بيمشوا وين؟ طيب، الحاج إذا حج معتمر حج متمتع وهو أفضل الأنساك، عندك متمتع وعندك مفرد وعندك قارن، دي الأنساك الثلاثة، يعني أنواع الحج الثلاثة يعني عشان بس نفهم الناس. أفضل هذه الأنواع الثلاثة أجراً وأعظم ثواباً عند الله عز وجل حج التمتع، بل إن العلامة الألباني يرى أنه واجب، يعني يرى أنه أي زول لابد يحج متمتع، لا تحج مفرد ولا قارن، ويخالف في ذلك باقي العلماء، بخالف الألباني في المسألة، لكن يتفقون جميعا على أن نسك التمتع وحج التمتع هو أفضل أنواع الأنساك الثلاثة في الحج. طيب، المتمتع ده بيجيب عمرة عادية اللي هو يمشي الكعبة ويطوف سبع أشواط بالكعبة، يصلي ركعتين خلف المقام، ما استطاع في أي مكان من البيت، طوال ينطلق إلى المسعى، يبدأ بالصفا وبعد ذلك يمشي على المروة ويرجع للصفا سبع أشواط، المشي من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا اثنين كده، هناك الناس كثير بيغلط، يمشي من الصفا للمروة يجي راجع ثاني للصفا يقول لك واحد، فيكون عمل 14 وابتدع في دين الله. الصواب انك من الصفا تمشي المروة واحد وتجي راجع كده تحسيبها كم؟ اثنين، فالمهم تفعل سبعة، بتبدأ بالصفا تنتهي وين؟ في المروة، بعد ذلك تشرب زمزم وكذا، تمشي تحلق راسك، دي العمرة انتهت. الأفضل الحلق، حيجينا الحديث، بس أنا داري اختصر شيء معين لا أصل شيء معين. طيب، كده العمرة انتهت، ده بالنسبة للحاجي المتمتع. بيعتمر أول حاجة بهذه الكيفية في تفاصيل سنن دقيقة حجينا. أنا بس أتكلم عن أشياء عامة. قام انتهى من العمرة بيقلي على الإحرام ولو معه زوجته ممكن يأتيها لحد ينتظر يوم 8 ذي الحجة. فبيتمتع بما حرم عليه بالإحرام بتاع العمرة، في أشياء حرمت عليه، زوجته كذا في أشياء حرمت عليه. فبيفك الإحرام بعدها بيتمتع بما حرم عليه. بينتظر لحد يوم 8 ذي الحجة، عشان كده سموه حج التمتع. ليه؟ لأنه شنو؟ بيتمتع لحد يوم 8. يوم 8 بيلبس ثاني الإحرام من جديد ويحرم من جديد وينطلق إلى منى وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والصحابة كانوا بيخلطوا بين التلبية والتهليل، لا إله إلا الله، بعدها يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك،
وما في واحد بعيب على الثاني ليه هللت ما لبيت ولا لبيت ما هللت. وكانوا يعلوا صوتهم حتى تبح أصواتهم. تعلوا صوتهم مرة واحد. ده للرجال، النساء عليهم بالسكينة والوقار وخفض الصوت. لحد ما يصل وين؟ منى. بيشوفوها في التلفزيون محل الخيم الكثيرة دي. أجيب لك المذيع أيها الإخوة الحجاج وما بعرف شنو وما فاهم الحاصل. المهم دي منى. بيصلوا منى. ده يوم كم يا جماعة؟ 8. بينطلق الصباح يعني بيمشي. يصل هناك يصلي الظهر والعصر قصرا من غير جمع، والعشاء قصرا من غير جمع، والمغرب ياهو 3 والصبح 2 معروف. بكره يوم 9 ذي الحجه ده اسمه هنا يا جماعه يوم عرفه. ينطلق وين؟ لعرفه. بيمشي عرفه وبيفعل اشياء حيجينا ما داري يستعجل. انتهى من عرفه مغيب الشمس، طوالي بيجي وين؟ مزدلفة. اسمها مزدلفة، اسمها المشعر الحرام، واسمها جمع، 3 اسماء عندها. بيجي مزدلفة. لما نجي مزدلفة قال والطواف هنا، طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة. يعني بعد ما ينتهي من عرفة بيجي مزدلفة، بعد ما ينتهي مزدلفة بيمشي وين بعدها؟ لموضوع الطواف، لأنه حيبيت في شنو يا جماعة؟ مزدلفة. إلا النساء والصبيان رخص لهم إنه في منتصف الليل المزدلفة يرجعوا، ما شرط لحد ما يصلوا الصبح. أما غيرهم واجب يصلوا الصبح كما قال الألباني لمن سكي، صلوا الصبح في مزدلفة، بعد ذلك ينطلقوا لطواف شنو يا جماعة؟ الإفاضة. حيكون ده يوم كم ذي الحجة؟ 10 ذي الحجة، اللي هو عنده كم عمل؟ 4 أعمال، وأفضل شيء يبدأ به الرمي. المهم قال الشيخ هنا حسب النص عنده، قال والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. إذا طواف الإفاضة بيكون يوم شنو؟ النحر، اللي هو 10 ذي الحجة. فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، لأنه أصلا في يوم 10 ذي الحجة الإنسان إذا أتى ببعض هذه الأعمال الأربعة حجينا تفصيل ممكن يتحلل تحلل حتى يأتي زوجته، وإذا أتى وحده ما ممكن يأتي زوجته، حجينا تفصيل جدا. طيب قال فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. إذن الشاهد واضح إنه أفاضت يعني طافت يوم شنو يا جماعة؟ النحر. فقال اخرجوا. وأيضا قال قالت فأفضنا يوم النحر. إذن طواف الإفاضة بيكون يوم شنو يا جماعة؟ يوم النحر. وهذا هو الشاهد. فقول حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، لأنه أصلا الحائض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني الحائض بتعمل جميع أعمال الحج، إذا نزل منها دم الحيض وهي حائض تعمل جميع الأعمال في الحج إلا عمل واحد اللي هو شنو؟ الطواف. طيب بتعمل شنو؟ تنتظر لحد ما تطهر، ولو طهرت بعد كذا يوم بعد ذاك تطوف، ولو فاتت الايام دي. ده حكم خاص بشنو يا جماعه؟ بالحج. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احابستنا هي، يعني حتخلينا ننتظر لحد ما تحيض وتطهر وبعد ذاك تطوف وبعد ذاك نمشي، احابستنا هي. طيب قال ابن قدامه في المغني وهو ركن للحج اللي هو شنو؟ اللي هو شنو يا كباشي؟ طواف الإفاضة. لا يتم إلا به، يعني ما طاف طواف الإفاضة ماله؟ حجه باطل. قال لا نعلم فيه خلافا، يعني مجمع عليه، ولأن الله عز وجل قال وليطوف بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج، وفي قول ابن عبد البر من فرائض الحج يعني ركن، يعني
يعني شنو يا جماعة؟ ركن، لأن بعض الفقهاء يطلق على الركن فريضة وعلى الواجب واجب. وقبل ذكرنا في فرق بين الركن وبين شنو يا جماعة؟ الواجب. فبعض الفقهاء بيقولوا للركن فريضة، ده مصطلع عندهم، لكن الواجب يقولوا له واجب. طيب، قال لا خلاف في ذلك بين العلماء. ثم تكلم عن الطواف للعمرة، وهو أول طواف يأتي به المعتمر، ويسمى طواف القدوم. لا، وأصلا المعتمر ما عنده إلا طواف واحد، وهنا سمي بطواف القدوم للمعتمر لأنه أصلا بيعمل أول ما يجي، بيجعل البيت الكعبة على يده اليسار، ويبدأ من الحجر الأسود الطواف، سواء كان في العمرة سواء كان في الحج سواء كان لا عمرة لا حج، جيت ساكت الكعبة ممكن تطوف سبع أشواط من السنة. فالمهم الصحابة كانوا أول حاجة بيجوا يبدو يستلموا الحجر الأسود. وذكر الألباني في الروايات الصحيحة في منسكه سنن غائبة على أغلب المسلمين فيما نظن في مسألة استلام الحجر الأسود. أول حاجة استلام الحجر الأسود، كلمة استلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية أي مسحه باليد، لمسه باليد ومسحه باليد. استلام مش معناته تمشي تقبضه كده، لا، استلام شنو يا جماعة؟ مسحه باليد الاستلام أو لمسه باليد، ده معنى كلمة استلام. فالسنة الأولى أن تستلمه بيدك، وفائدتها قال النبي عليه الصلاة والسلام قال استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب والخطايا حطا، بتحط الذنوب حقتك كلها إذا استلمت الحجر الأسود بيدك أو استلمت شنو؟ الركن اليماني بيشبه الحجر الأسود، أما تمشي الكعبة ويشوفه يعني في حاجة حفرة كده قريبة شبه للحجر الأسود، والحجر الأسود أظهر أنه حجر عديل. طيب، فالسنة الأولى الاستلام، الثانية التقبيل، لأن عمر قبله وقال إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وده توحيد، وده الحجر الأسود النزل من الجنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحجر الأسود نزل من الجنة كان أشد بياضا من الثلج سودته خطايا أهل الشرك، نزل من الجنة عديل، ده حجر من الجنة ومن الأرض. عمر قال لا تضر ولا تنفع، الليلة أقول لك طينة وضع الطريفي بتشفي من ده السعر، ده ما هوس وجنون. الحجر الأسود جاء من الجنة عديل، عمر قال له لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع. أما الرواية اللي فيها زيادة أن قال الأزرقي في أخبار مكة وغيره أن عمر لما قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع كان بجانبي علي بن أبي طالب فقال بلى إنه يضر وينفع، رواية باطلة، لأنه في إسناد عمارة بن جويل وهو أبو هارون العبدي قال عنه، نقل الذهبي عن علماء الجرح في ميزان الاعتدال قيل هو أكذب من فرعون، أبو هارون العبدي ده أكذب من فرعون، وكلام كثير عنه. قال عنه قتادة قال لئن أقدم فتضرب عنقي خير لي وأحب لي من أن أروي عن أبي هارون العبدي اللي هو عمار بن جويل، هذا حديث باطل أصلا ما صحيح. وإن أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره الكبير للقرآن فهو حديث باطل. طيب، السنة الثانية قلنا السنة الأولى يا جماعة الاستلام، الثانية شنو؟ التقبيل. الثالثة السجود عليه، وده غائبة على معظم الناس، السجود عليه هو فوق، والسجود في الأرض طبعا، فالسجود عليه يكون بالإيماء، يعني تدنقل راسك شوية عليه ناويا شنو؟ السجود. دي كلها من السنن عليه، لكن إذا ما استطاع الإنسان يصل الحجر الأسود يا جماعة يشيء، إذا ما استطاع يقبل يسجد عليه، استطاع يستلمه بيده يستلمه بيده، ما قدر يقبله لشدة الزحام الشيخ الألباني قال يقبل يده،
بعد ما يستلم يقبل شنو؟ يده. ده إذا استلم بيده. إذا ما قدر يشير إليه من بعيد قائلا بسم الله، وردت موقوفة عن بعض الصحابة قائلا بسم الله ثم الله أكبر ويطوف، ويفعل ذلك في كل طوفة. أما الركن اليماني يشرع استلامه باليد، ولا يشرع تقبيله، ولا السجود عليه، ولا الإشارة إليه من بعيد، ولا الإشارة إليه من شنو؟ من بعيد. ولكن يقول حينما يطوف ويأتي بين الركن اليماني طوالي بعدي والحجر الأسود، ده في حيطة بجاي وده في ركن بجاي، يقول بين الركنين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المهم البداية بتاعت الطواف تكون من وين؟ حجر الأسود، سواء كان قدر يصله أو لو ما قدر من بعيد. وهنا نقطة مهمة وقاعدة مهمة جدا ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله هنا، وهي مضطردة، يعني مضطردة يعني تعمل معك في جميع أبواب الدين، يعني ما قاصر على الحج بس وعلى الحجر الأسود بس. الشيخ العثيمين رحمه الله قال في مسألة استلام وتقبيل والوصول إلى الحجر الأسود، قال ولكن إذا كان هناك زحام شديد وبوصولك للحجر الأسود إما أن تضر نفسك أو تضر غيرك من المسلمين فإنه يحرم عليك أن تصل إلى الحجر الأسود. قال والقاعدة في ذلك هي ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة والأذية. ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة والأذية. عيدة تاني، ترك السنة لدفع الأذية خير من فعلها والأذية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال يا عمر إنك رجل قوي. عمر الخطاب قوي جدا، ويحكى إنه كان إذا ركب في حمار كل عينه بجره في الوطن، قوي وضخم جسمه. المهم قال له يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس عند الحجر الأسود، فإذا تيسر لك فاستلمه وقبله، وإلا أشر إليه من بعيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحه الألباني في منسكه. فالشاهد الإنسان إذا كان خاف من وصوله للحجر الأسود إنه يؤذي المسلمين أو يتأذى هو، يترك هذه السنة. وكذلك كل سنة، مسألة التورك في الركعة في الجلسة الأخيرة في الصلاة فيها تشهدين، لأن التورك في الصلاة ما يكون إلا في الصلاة فيها شنو يا جماعة؟ تشهدين، ولا يكون إلا في التشهد الأخير من صلاة التشهدين. أما الصلاة التشهد الواحد زي الصبح ما فيه تورك، ما بزول يجلس كده يدخل كرة بتعد ويخذ مقعدته على الأرض، لا، إلا الصلاة فيها تشهدين، ويكون فيها في التشهد الأخير. فالعلماء قالوا إذا كان التورك ده الصف ضيق ولو قعدت تورقت حتفجى غزولة جنبك، خليه، خلي طوالي. كذلك في السجود من السنة إنك شنو؟ تجافي شنو؟ عضضيك كده كده، تكون ساجد كده. فلو كان بتدق غزولة جنبك خليه، أسجد عديد بس. فبعض الناس الواحد يشدد بجهله يقول لك لا دي سنة. لا، السنة أن تترك السنة مع وجود الأذية. الأمر المستحب يقصد به الأمر المستحب وليس الواجب. تترك السنة المستحبة إذا ترتب عليها شنو يا جماعة؟ ضرر ليك أو لغيرك. طيب، فيبدأ من الحجر الأسود ويجعل الكعبة على يد الشمال ويرمل، والاطباع كذلك هيجينا بعد شوية. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ومن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. بالجعرانة. نعم. الجعرانة
نعم. والجيرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت بعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتين القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة. وأما القارئ والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإن لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريق البيهقي ورجال الدارقطني الثقات إلا معروف من المشكان، قد قال فيه ابن حجر في التقرير صدوق، إسناد الحديث حسن. وحسنه النووي في المجموع صححه المزي وابن عبد الهادي، انظر رواه الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرقا أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ولا عمرته ما لم يقف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. وله الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء. نعم. طيب، قال: والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، لأنه أصلا العمرة أهم أمرين فيها إنك تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ويطلق أيضا ويقال الطواف بين الصفا والمروة، ويقال السعي بين الصفا والمروة. ربنا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما، يعني يسعى بيناتهم. طيب، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ يعني خلاص تحلل، يعني لأنه بالتحلل يجوز له أن يأتي زوجته. فقالوا له: رجل طاف بالبيت لكن ما طاف، يعني ما سعى بين الصفا والمروة، هل تحلل ويجوز له أن يأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما يجوز له يأتي امرأته لحد ما يأتي بكل هذه الأعمال من العمرة، لأنه لن يتحلل إلا إذا طاف بالبيت في العمرة وصلى ركعتين خلف المقام بعد الطواف وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم حلق رأسه ثم يتحلل بعد ذلك، ويجوز له أن يأتي امرأته. عشان كده قال: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والسعي للعمرة بعد الطواف زي ما بينا قبل شوية، من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر أيضا دليل على ذلك. والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، احنا قلنا في أربع أعمال يوم شنو يا جماعة؟ النحر. شنو
رمي جمرة العقبة الكبرى واحد تجمع يا جماعة في رنحط عشان تسهل لك الحفظ تجمع في رنحط رنحط بالطفي النهاية ط يلا كده وسهلت لك رمي جمرة العقبة الراء والنون شنو النهر والحاء الحلق والطاء الطواف يا تطاف الإفاضة مع هذا الطواف السعي مع هذا الطواف شنو يا جماعة السعي والشيخ كأنه ما يرى أن هذا السعي ركن من أركان الحج وأخذ بقول قال في آخر نقطة قال وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها أخذ بالإجماع قال إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء يعني ما في إجماع لكن ركن عند جمهور العلماء يا تسعي ما السعي الأول بالنسبة للمتمتع سعي العمرة طاف للعمرة وسعى بين الصفا والمروة وتحلل من العمرة ده ما هو المقصود بالسعي هنا فيه خلاف إنه ركن من أركان الحج يعني يبقى هو الركن شنو الخامس ولا هو ما ركن واجب المقصود بالسعي فيه الخلاف ده سعي الحج وهو يكون بعد طواف الإفاضة في يوم عيد النهر في العاشر من ذي الحجة لازم تسعى وفي ناس بينسوا السعي ده بالمناسبة وده مختلف عليه وبعض العلماء قالوا ركن عديد ده اسمه سعي الحج ده يكون بعد طواف يعني لما تصل الكعبة وتطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن في الحج طوالي تمشي الصفا والمروة تسعى سعي الحج عشان كده هنا قال شنو قال حفظه الله قال والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة ده في حق المتمتع يكون بعد طواف الإفاضة زي ما بينا وأما القارن والمفرد يعني ما حاج متمتع إنما حاج شنو قارن ومفرد فيكون له السعي سعي الحج بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة يعني ده عنده خيارين ده عنده شنو يا جماعة القارن والمفرد عندهم خيارين في سعي الحج ده إما يعملوا أول ما جو طافوا طواف القدوم أول ما جو نزلوا وطافوا طواف القدوم يعملوا معه سعي الحج ولو قبل عشر ذي الحجة وإما يعملوا بعد طواف شنو يا جماعة الإفاضة في يوم عشر ذي الحجة دين عندهم خيار خيارين أما المتمتع هيعملوا شنو يا جماعة بعد طواف الإفاضة في يوم عشر ذي الحجة ليه ما عنده خيارين ليه ما عملوا مع طواف القدوم في الأول ها نعم لأنه شنو أيوة لأنه قبل معتمر وعنده سعي في شنو يا جماعة عنده سعي في العمرة ما ممكن يسعى مرتين بين الصفا والمروة عرفتوا يا جماعة الكلام طيب قال فإذا لم يفعلوا بعد القدوم لزم الإتيان به بعض شنو يا جماعة الإفاضة ده بالنسبة للقارن أو شنو يا جماعة المفرد قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يطوف ده مقصود بالسعي بين الصفا والمروة وليس الطواف بالكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان وقد قال في ابن حجر في التقريب صدوق فالحديث حسن المهم وحسن النووي في المجموع وصححه غيره والحديث دليل على وجوب شنو يا جماعة سعي الحج قال وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق وقالت عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة الإنسان ما طاف ما سعى بين الصفا والمروة لا حج تام ولا عمرة تامة رواه البخاري ومسلم وفي لفظ عند ابن جرير لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله
والأثر الأخير ده فيه فائدة دعوية عظيمة، إن الإنسان إذا أتى بكلام أو بفتوى فإن الواجب عليه أن يأتي بشنو يا جماعة؟ بالدليل. شوف السيدة عائشة هنا قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. قالت: لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأفتت ثم شنو يا جماعة؟ استدلت. فالإنسان لو جاب فتوى الأفضل أن يأتي بشنو يا جماعة؟ بالدليل من الكتاب أو السنة. قال الشيخ حفظه الله: وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها، إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء، يعني ما في إجماع، لكن هو قول جمهور العلماء. نعم. والركن الرابع للحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، الآية: فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. بحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال يعمر ويعمر، كله صحيح، يعمر ويعمر. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. كان في الحج مرة حجينا سنة من السنين، حكيت لكم القصة قبل كده. في واحد من أمراء الأفواج، طبعا بيكون عنده سدير وكده، وفي الغالب ما فاهم حاجة في الحج، بس عنده سدير وبص كامل بتاع نساء، بص كامل ملان نساء، بص كبير. وطبعا الحج أصلا هو زحمة، عشان كده ربنا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قلنا نوعين: استطاعة مالية، واستطاعة شنو؟ بدنية. حتى لو زول عنده مال وما يقدر يمشي عيان أو لهرم أو عجز، ده ما عليه الحج أصلا، حتى لو عنده مال الدنيا كلها. فالحج أصلا فيه شدة على الناس، عشان كده أجره عظيم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الحج ده أجره عجيب مرة واحدة، أجره عظيم جدا. لا متعب، موت لأنه متعب جدا. فالرجل ده أمير أحد الأفواج، مؤمرينه على نساء، فأول ما قرب يصل العرب لقى الزحمة، طوالي قال للنساء: لا حرج، والدين يسر. لف الباص رجع، ما وقفوا في عرفة أصلا، لا هو لهم كلهم. وده باطل، حج باطل، كان هم كان كله باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج شنو؟ عرفة. وحديث افعل ولا حرج، وافعل ولا حرج، اللي استدل به سلمان العودة وعمل به رسالة سمى افعل ولا حرج. لخبة الحج كله لخبته. أي حاجة بالحج ممكن تخليها. قال الدليل الرسول قال افعل ولا حرج، ده بليد أصلا. افعل ولا حرج حديث صحيح، لكن الرجل بليد. افعل ولا حرج دي الرسول قال في يوم واحد في الحج، وفي مسألة واحدة في الحج، قال خاصة بيوم 10 ذي الحجة، قلنا فيها كم عمل؟ أربع أعمال: رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، والنهر، والحلق، وشنو؟ وطواف الإفاضة. ممكن تقدم الطواف على الحلق، ممكن تقدم الحلق على الطواف، ممكن تقدم النهر على الطواف والحلق، ممكن تقدم كده الأربعة دي، ممكن أي واحد تعملها شنو؟ قبل الثانية. هنا افعل ولا حرج، لأنه أصلا الحديث عنده قصة
حديث ما سهل، حديث القصة. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. جاء ثالث فقال: طفت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. جاء في الموضوع ده أصلا الحديث مو كده، ما غير كده. فدال الحركيين أخذوا الحديث ده وميعوا به الدين كله، حللوا بالحرام وحرموا بالحلال، وممكن حتى الوقوف بعرفة ذاته تخليهم وصلوا إلى هذه الدرجة، إلا افعل ولا حرج. قد رد العلماء على هذه الرسالة البائسة، ردوا عليها بكتب. طيب، ومن الناس ردوا على الشيخ العباد، ألا فيها رسالة عندي موجودة، يعني قدر الرسالة. طيب، فالركن الرابع في الحج هو الوقوف بعرفة، وهو أعظم ركن كما قال الفقهاء، أعظم ركن من الأركان الأربعة. والدليل قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، قال: فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف بها. فكون ربنا قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني جئتم من وين؟ من عرفة، يعني كنتوا واقفين وين؟ في عرفة. قالوا ده دليل على الوقوف في عرفة. وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، الحج باطل لمن لم يقف بعرفة، باطل. وإن أفتاك الناس وأفتوك، الحج باطل لمن لم يقف بعرفة. طيب، لحديث عبد الرحمن بن يعمر أو يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد. النبي كان واقف وين؟ بعرفة. وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، كما قال هناك: الدعاء هو العبادة، لأنه أعظم عبادة كما قال ابن القيم هي الدعاء. وهنا قال الحج عرفة لأن أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. قال: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، جمع هي المزدلفة. عشان كده شيخ العثيمين قال: ما يجوز لإنسان لو أخوه قال له نسأل الله نحج، ده قام قال له شنو؟ جمعا. شيخ العثيمين قال ما بيجوز الكلام، قال لأن جمعا هي المزدلفة. أو واحد قال له ربنا ينجحني، قام ده قال له شنو؟ جمعا. جمعا هي شنو؟ المزدلفة. لكن قال الصحيح تقول جميعا، ما تقول جمعا، لأنه الجمع هي المزدلفة، والمشعر الحرام هي المزدلفة. والمزدلفة عندها ثلاث أسماء: المزدلفة والمشعر الحرام وجمع. طيب، فهنا قال: فمن جاء قبل صلاة الفجر جاء إلى وين؟ جاء إلى وين؟ لا، جاء إلى عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر يعني إلى عرفة ليلة جمع فقد تم حجه. الليلة أصلا بتجي قبل اليوم. الليلة شنو في الأيام؟ في الأيام الأحد. طيب، الشمس غابت الآن صح؟ دي اسمها ليلة الاثنين، مع أن يوم الاثنين ما جاء، فالليلة بتجي قبل اليوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، يعني قبل ما الفجر بتاع يوم المزدلفة يوم جمع يطلع، وكان في ليلة المزدلفة بالليل قبل ما يجي الصباح الفجر، فقد تم حجه. جلي وين؟ جلي عرفة. العلماء قالوا ده فيه رد صريح على من أبطل من وقف بعرفة بعد مغيب الشمس. صح السنة إن الإنسان يقف في عرفة من النهار لحد مغيب الشمس، وبعد ذلك يتحرك لمزدلفة في يوم عرفة، يوم 9 ذي الحجة. لكن لو واحد ما أدرك، جاء دخل عرفة بعد مغيب الشمس، بعضهم قال حج باطل لأنه فات الوقوف بعرفة، وبعض العلماء قالوا حج صحيح لأنه أدرك الوقوف بعرفة بهذا الحديث. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاء يعني إلى عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع. ليلة جمع يعني شنو؟ يعني ليلة مزدلفة قبل مزدلفة، خلاص؟
فلو جاب الليل قبل صلاة الفجر مزدلفة، جاب الليل قبل فجر مزدلفة، جاب الليل في عرفة، فقد أدرك الوقوف بشنو؟ بعرفة، بنص هذا الحديث. وده خلاف لما أفتى به الإمام النووي. النووي قال لا رحمه الله، قال غابت الشمس ثاني ما في وقوف بعرفة، لكن الحديث رد على من قال بذاك القول والله أعلم. قال رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، هو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري. قال وقال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض. فرض يعني شنو؟ يعني ركن. لا حج لمن فاته الوقوف بها. واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها، وإن لم يؤتى بها جبرت بدم لا يأكل منه. نعم، يعني الفرق بين تعريف الركن وتعريف الواجب شنو؟ مين يعرف؟ واجب أركان الحج هي التي يجب الإتيان بها، وواجبات الحج هي التي يجب الإتيان بها، لكن في فرق. الركن يجب الإتيان به، والواجب يجب الإتيان به، الفرق شنو يا عبود؟ الركن لا يحل شيء بديلا عنه، أما الواجب هناك أشياء تكون بديلا عن شنو؟ الواجب لمن فاته الواجب. نعم، ده الفرق. لا يأكل منه من وجب عليه، ويضع للفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي لنسكه شيئا أو تركه فليقدما. رواه مالك الموطأ عنه بإسناد صحيح. طيب، قال واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بشنو؟ بدم. فالإنسان لو فوت واجب في العمرة أو في الحج بيجبر الواجب بشنو يا جماعة؟ بدم. دم يعني شنو؟ يعني الذبيحة. وهذه الذبيحة لا يأكل منها هو ما يجوز ليأكل منها، وإنما تطعم لفقراء شنو؟ الحرم. ما يأكل منها أي حاجة، لا كمونية لا ضلع لا إيش، يديها لمنو؟ لفقراء الحرم. السنة يا جماعة إنه يطبخ بنفسه وكذا، لكن يجوز الوكالة، سواء كان في الفدية هذه التي تكون مكان الواجب، أو في الهدي اللي بيذبح الإنسان في عشرة ذي الحجة في يوم النحر. السنة تطبخ بيدك زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز الوكالة فيها. عشان كده الآن بس بتدفع قروشة بس للجهة معينة حكومية من الحكومة السعودية هناك، هم بيطبحوها عنك سواء كان فدية أو كان هدي، وإنت بتوريهم تقول لهم دي فدية أو شنو أو هدي، فبتديهم هم بيطبحوا لزان. والدليل على هذا قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. يبقى يا جماعة نسيان الواجب في الحج أو العمرة يوجب الدم، لأنه قال فليهرق شنو؟ دما، يعني يذبح ذبيحة، وهذه الذبيحة لابد تطعم لفقراء الحرم. في فقراء في الحرم، في فقراء في الحرم كتار كمان، في لو مشيت بيشوفوا في فقراء، في ناس بيسألوا الناس، في ناس بيبيعوا أشياء يعني بسيطة جدا تدل على أنهم فقراء جدا. في المهم يعني في فقراء. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. طيب، في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. السبعة بتاعت الحج بل اثنين بتاع شنو؟ العمرة، يعني خمسة زائد شنو؟ الحج خمسة زائد الاثنين بتاعت العمرة معانا. الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهم، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك ومن حيث أنشأ حتى أن مكة من مكة.
رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن مر بالمواقيت مريدا الحج او العمره سواء كان من اهل تلك المواقيت او من غيره وجب عليه الاحرام منها. طيب، الواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام، لكن قال الإحرام من الميقات، من الميقات. وهنا مسألة، هل يجوز الإحرام بعد الميقات؟ زي ما الآن كثير من السودانيين بيحرموا من جدة، وجدة ما ميقاتنا، جدة بعد الميقات، البيحرم من جدة فات الميقات ذاته، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز الإحرام بعد الميقات، لا يجوز، ويكون قد فوت واجبا، لأنه أول واجب هو الإحرام من شنو يا جماعة؟ الميقات. يبقى عليه شنو؟ لا، ما هدي، الهدي ده بتاع عشر ذي الحجة للمتمتع، ده بقى موضوع براو. خلاص، نحن بنتكلم على الإنسان الفوت واجب فيجبر بشنو؟ عليه دم. زي شنو تفويت الواجب؟ إنه ما أحرم من الميقات، أحرم بعد الميقات، زي الجماعة اللي بيحرموا من جدة دل عليهم دم، سواء كان في الحج أو في العمرة، كلهم. أي سوداني مش أحرم من جدة عليه الدم، سواء كان في حج ولا في عمرة، ده واحد. ها؟ ما أعلم والله إنه باقي الأشياء تجزي ولا ما تجزي، لا أعرف إنه كبش، لكن الباقي هل يجزي ولا ما يجزي الله أعلم، نبحث إن شاء الله بكرة ذكرونا لها. طيب، ده السؤال الأول. المسألة الثانية، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ أصلا الإحرام عند الميقات ده السنة، لكن بعد الميقات فوت واجب، ارتكبت محرم وعليك دم، ارتكب محرم. الإحرام قبل الميقات، أيوة، ما بيجوش، أيوة، بعض السلف جوزوه، لكن السنة جماعة تحرم في شنو؟ الميقات. أما لبس الإحرام، ودي المسألة الكبيرة لو تذكر، أما لبس الإحرام فيجوز تلبسه ولو من مبدع، خلاص، لكن تحرم وين؟ تحرم في الميقات. وتحرم في الميقات يعني شنو؟ إنه تنوي وتقول بعد ذاك تصغر شعار النسك، تقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة إلى آخره، أو لبيك حجا أو لبيك حجا. ده بيكون في شنو يا جماعه؟ الميقات. الألباني قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لبسوا لبس الإحرام من بيوتهم. الألباني قال كده، قال صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شنو؟ جمع من الصحابة. طيب، الأحوط إنه لو كان أنت بتضمن إنك في الطيارة أو في الباخرة بتلقى حمامات وبتلقى وقت تلبس لبس الإحرام قبل وكذا، ممكن الأفضل إنه في الطائرة أو في الباخرة، إذا كان تضمن إنك تلقى شنو؟ تلقى محل وكذا يعني. أما إذا ما ضامن، أول مرة تسافر أو ما عارف الحاصل أو كذا، أو حتى لو سافرت مرات ومرات لكن ما بتضمن، فالأفضل تلبس الإحرام قبل الميقات، سواء كان في المطار، سواء كان في البيت، سواء كان في الطيارة أو في الباخرة ذاتها، قبل ما يجي محل الميقات تمشي ترتب امورك وتجي تجلس وكذا يعني. فهمتوا يا جماعه؟ لكن ما يجوز انك ما تحرم، ما تلبس لبس الاحرام الا بعد ما تفوت شنو؟ تفوت الميقات، وبعد ذاك تلبس كان في جده ولا في غيره، هنا عليك شنو يا جماعه؟ عليك دم، لانه فوتت هذا الواجب. وكذلك الاحرام نفسه، اللهم لبيك عمرة، الإحرام نفسه، النية نفسها، إذا فوتت الميقات وعملتها زي ما بيعملوها الناس في جدة عليك برضو شنو؟ دم. ولبس الإحرام برضو إذا فوتته في الميقات عليك برضو شنو؟ دم. نعم.
إذا فوتت على لبس الإحرام وإظهار شعائر النسك والنية في الميقات مشيت عملت مليتنا في جدة، عليك دم شنو؟ عليك دم واحد. طيب الأسئلة خلوها بعدين يا جماعة. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن، هن دي الضمير راجع للمواقيت يعني، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم. هن لهن يعني للناس الساكنين في محل المواقيت دي، ليه ومنه يحرم كل زول من ميقات أو أي ميقات. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأصحاب وأصحاب الميقات لهن إنه يحرم من هذا الميقات، ده واحد. ولمن أتى عليهن ديل الناس الما من أهل الميقات ده لكن مروا به زي السودانيين، إحنا ما عندنا ميقات كده، قالوا هذا ميقات السودانيين، جاء في السنة نصا لكن جاء نصا بشنو؟ ولمن أتى عليهن. فنحن بنأتي على هذا الميقات اللي بيقولوا لك فوق في الجو وفي الباخرة ده أصلا ما ميقاتك أنت تحديدا، لكن أنت أتيت عليه فشملك شنو؟ الحديث. ولمن أتى عليهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ده يشملنا نحن مثلا السودانيين. قال ممن أراد الحج أو العمرة. والعمرة لأنه ممكن زول يمر بالميقات لكن ما يجي يشتغل، ما ماشي حج ولا عمرة، هل نقول له تحرم لأنك مرت بالميقات؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها، قال ممن أراد الحج أو العمرة. هذه مسألة هنذكرها بعد الحديث إن شاء الله. قال فمن كان دون ذلك، يعني زول طيب بحالة ثالثة، زول ساكن بين الميقات وبين الكعبة، بين الميقات وبين مكة، ده ما له، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يحرم من بيته طوالي، زي الناس الساكنين في جدة، زي الناس الساكنين وين يا جماعة؟ ساكنين أصلا في جدة، ده بيحرموا من وين؟ ما بيخشوا البحر جوا ويحرموا يجوا راجعين، لا ده بيحرموا من جدة يمشي طوالي من بيته، من جوا بيته يحرم ويمشي طوالي، خلاص؟ لأنه ده دون الميقات يعني بعد الميقات، بين الميقات وبين مكة. قال حتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة من شنو؟ أهل مكة كمان كل دول من بيته يحرم يمشي، لكن ده في الحج. أهل مكة من مكة ده بالذات هنا لأهل مكة ده في الحج بس، أما العمرة لأهل مكة لابد شنو يا جماعة؟ يطلعوا برا يمشي التنعيم، الآن بيسموه مسجد عائشة اللي هو الحل. الحل والحرم ده يعني شنو يا جماعة؟ الحرم ما هو بس الكعبة دي والمسجد اللي حوالين المدور، المكة مكة كلها حرم كما أن المدينة حرم، عشان كده لما تمشي مكة والمدينة بتلقى في بوابات كده قديمة عاملينها بوابة فاضية كده، يقول لك بداية حد الحرم، ما جنب المسجد برا كده، يقول لك بداية حد الحرم، تمشي تاني عكس بغادي بعيد خالص يقول لك نهاية حد شنو؟ الحرم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين لابتيها، فمن أحدث فيها حدثا أو وافي محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومكة كذلك شنو يا جماعة؟ حرم، كل حرم، لكن الحرم عنده حدود معينة، فالزول يطلع برا الحرم ده التنعيم ده اسمه الحل، لأنه مرق برا شنو؟ الحرم. عشان كده مزدلفة دي ربنا سماها المشعر الحرام لأنه هي واقعة جوا الحرم، واقعة جوا شنو يا جماعة؟ الحرم. وحتى المسجد بتاع نمرة ده لما تمشي هناك بتلقى في خط كده في نص المسجد بالأخضر أو بلون معين، نص الجامع ده جوا الحرم ونصه برا شنو؟ برا الحرم الحل، منطقة اسمها عرنة، الميم ده حيجينا قدام. طيب ففي العمرة لأهل مكة لابد يطلعوا شنو؟ الحل. والدليل حديث عائشة إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر تخرج شنو؟ إلى التنعيم إلى الحل وترجع شنو؟ تعتمر. طيب قال فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. في سؤال سأل أخونا وهب قال
إنه طيب الزول لو أصلا في موضع العمرة مثلا أو كذا أصلا ما جي السعودية لأمر ما شغل ولا كذا، ما ناوي عمرة ولا أي نسك من الأنساك لحد ما وصل جوا هناك، فبدا له إنه قال أنا ما أعمل لي عمرة ما دام مصري، فده ما يحرم من ميقات السودانيين، عرفتوا؟ ده يحرم من حيث أنشأ، إذا كان في المدينة من ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، إذا كان في أي منطقة أخرى في السعودية يحرم من ميقات أهل المنطقة أو الميقات اللي بيمروا به أهل المنطقة، عرفتوا يا جماعة؟ نعم. طيب، وكذلك إنسان ماشي العمرة، لكن دي فيها خلاف، ماشي العمرة وقال كده أول حاجة أمشي المدينة أزور المسجد النبوي وأصلي فيه وأقعد، بعد ذاك شنو؟ أعتمر. بعض العلماء درخصوا له إنه أجازوا له إنه ما يحرم، ممكن يمشي المدينة ويجلس أيام، بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك يحرم من ميقات أهل المدينة ويجي شنو؟ للعمرة في مكة. وبعضهم قالوا لو كان ناوي العمرة من بلده لابد يحرم من ميقات بلده، حتى لو ماشي المدينة ولا غيره يقعد محرم لحد ما يجي شنو؟ يعتمر. المهم، واضح يا دنايت؟ طيب تفضل. الثاني نوقف الدرس يا جماعة سخانة ولا الصلاة جات؟ خلاص فضل كم؟ كم دقيقة باقي؟ 5 دقائق. طيب أقرأ. الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمر، لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الثاني يعني شنو يعني؟ الثاني من شنو؟ من الواجبات. لو فات واجب من هذه الواجبات عليه دم، ولو فات ركن، لو فات الوقوف بعرفة حج باطل. طيب، لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم كن محلقين قالوا يا رسول الله، وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله، وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله، وللمقصرين قال وللمقصرين، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة، يعني مشترك بين الحج والعمرة. طيب، الحلق إنك تحلق صلع، الحلق في هذه الآيات وفي النصوص في الحديث أيضا معناته صلع، صلع. والتقصير إنك تخفف، سواء كان خففت شديد ولا خففت بسيط. كلمة حلق يعني شنو؟ صلع. الأفضل الحلق يعني بالموسى، أيوة صح. الأفضل الحلق ولا التقصير عند الله سبحانه وتعالى؟ الحلق، لسببين. السبب الأول ربنا سبحانه وتعالى قدمه على التقصير، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وتقديم الشيء على أخيه في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة عند العلماء يدل على الأفضلية، في الأصل يدل على الأفضلية. ربنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. طيب، وفي الحديث، والسبب الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين في الحج والعمرة، دعا لهم كم مرة؟ 3 مرات، وبالمغفرة، ودعا للمقصرين مرة واحدة. والبدعة التي لا تجوز في الحلق أو التقصير في الحج والعمرة، الجماعة بيكونوا لابدين ليك جنب المروة، هناك برضو في ناس بدعين بدع، تلقى شايل المقص صغير بتاع الشنب ذاك وقاعد لابد ليك، يقول لك تعال، يقوم يقطع لك شعرتين بس أو 3، ده باطل، ده لا حلق ولا قصر، وهذا باق في إحرامه حتى لو رجع بلده سنة، ده لسه قاعد محرم وما عارف، ما جاب خبر، لأنه ما بيتحلل إلا بشنا يا جماعة؟ بالحلق أو التقصير، وده لا حلق ولا قصر، ده شال بيشيلوها 2 أو 3 بس كده،
للرجل، ده باطل. أما المرأة فإنها تجمع شعرها وتأخذ من جميعه قيد أنملة. الأنملة يا هندية يا جماعة دي الأنملة، مش الصباع ده مقسم لثلاثة أقسام، القسم الواحد اسمه الأنملة. فالمرأة تجمع شعرها وتشيل قدر شنو؟ أنملة، في كده بتتحلل. أما الرجل يا يحلق كله صلع بالمس، وده الأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة ثلاث مرات، أو يخفف، وده التقصير، لكن التخفيف بيكون له كله، مش يشيل شعرتين ثلاثة، كله يكون تقصير، سواء كان قصره بسيط أو قصره خالص إلى آخره. هذا تشيل قدر أنملة، لأنه في الغالب المرأة شعرها حتى لو خشن أو ناعم بيكون أطول من أنملة، أطول من صباع، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. ها؟ أي لو ما في ده شيء ثاني، أنا ما جزاكم الله خير، بارك الله.